محمد الشبلي أنا. الشباب بتصفيق هي مازال بيسموا حاجه اي والله احنا والمشاهد حتى الان ايش يشاهد فينا يقول لك وين سمعنا حاجه هيك جميله بنقولوا حاجه على الرسول صلى الله عليه وسلم موالك احنا لانه خير ما ينشد فيه وخير ما يقال فيه الشعر خير ما يمدح فيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وجمعنا كافه يوم القيامه ويقال هؤلاء هم شباب الامه هؤلاء هم حمله رايه الامه ان شاء الله وأجمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما لله أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.